أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الساعة الخليجية، برنامج نناقش فيه أبرز قضايا الساعة في منطقة الخليج السياسية منها والاجتماعية مع ضيوف يواكبون الحدث ويسهمون في صناعته مرة أخرى. أهلا بكم. في 27 من شهر يناير في العام 2011 هبت رياح الربيع العربي على أرض اليمن، فكسر المئات من الشباب في صنعاء حاجز الخوف وخرجوا في تظاهرات تطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية. الأمر لم يستمر سوى بضعة أيام حتى تهاوى نظام علي عبد الله صالح أمام صرخات هؤلاء الشباب. تمخض عن الثورة الشبابية إعلان مشروع مبادرة مجلس التعاون الخليجي لتبدأ مرحلة الترتيب لإجراء انتخابات رئاسية جديدة في اليمن، لكن الحلم الجميل لم يكتمل، بل استحال كابوسا يعيشه اليمنيون في كل يوم منذ اختلف رفاق الساحات وتضاربت مصالحهم ورؤاهم وصولا إلى يوم باتت فيه أرض اليمن ساحة لتصفية الحسابات ليس بين الأشقاء فحسب، بل بين القوى الإقليمية والدولية. اليوم نقف في هذه الحلقة الخاصة من الساعة الخليجية على مرور 10 سنوات على ثورة الشباب في اليمن، لنسأل أطرافها عما آلت إليه الأمور وإلى أين يتجه اليمن اليوم. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة بداية من مسقط الأستاذ مختار الرحبي، السكرتير الصحفي السابق للرئاسة اليمنية ومستشار وزير الإعلام اليمني. مرحبا بك أستاذ مختار. أهلاً وسهلاً فيك وبالضيوف الكرام جميعاً. وينضم إلينا من لندن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد المؤيد. مرحباً بك أستاذ أحمد. أهلاً بكم جميعاً. وأخيراً ينضم إلينا أيضاً من لندن الكاتب والمحلل السياسي الجنوبي الأستاذ خالد المفلحي. أستاذ خالد مرحباً بك. أهلاً وسهلاً بك دكتورة، وأيضاً أرحب بضيوفك الكرام. أهلاً وسهلاً بكم جميعاً. نبدأ هذا الحوار من مسألة مرور 10 سنوات، وهو سؤال طبعا عام ولكننا سنفتتح به هذا النقاش. 10 سنوات مضت على أول تظاهرة خرج بها شباب جامعة صنعاء إلى الشوارع مطالبين بإسقاط النظام، كانوا متأثرين بصور شاهدوها ربما في مصر، شاهدوها في تونس، في دول سبقتهم. أنتم أكيد عشتم هذا اليوم، عشتم هذا التاريخ، كيف ترون تلك الفترة؟ تفضل أستاذ مختار نبدأ معك. نعم، بالنسبة لي هذا اليوم وبالنسبة لي ما حدث في عام 2011 طبعا كانت أحلام الشباب طبعا تتوق إلى أن يرون دولة مدنية، دولة حديثة، نظام يسع الجميع. خرج الشباب بدون أي وصاية عليهم وبدون أي يعني اتفاقيات مسبقة أو أحزاب حتى شاركت في البداية الفعلية لثورة الشباب السلمية. خرجوا عبارة عن جماعات من جامعة صنعاء وجامعة تعز وجامعة إب وكل الجامعات وكل المناطق والمحافظات ليروا يمن جديد بالفعل، يروا دولة مدنية حديثة. لكن للأسف الشديد أنه ما حدث بعد 2011 من التفاف واضح على ثورة الشباب السلمية فيما سمي حينها المبادرة الخليجية التي ارتضتها الأحزاب السياسية وجميع الأطياف السياسية بمباركة من دول الخليج العربي، ولكن من هنا كانت هي نقطة الالتفاف الحقيقية على الثورة الشبابية بأن أصبحت من ثورة حقيقية إلى أزمة سياسية انتهت باتفاق سياسي. نعم أستاذ أحمد المؤيد، أيضا نريد أن نسألك عن ذكرياتك عن هذا اليوم تحديدا، وهل كان يتوقع الشباب في اليمن وربما كنت أحدهم أن تستحيل الأمور عفوا إلى هذا الحد؟ نعم، في البداية أعتقد أن تلك الثورة كانت تمثل تطلعات وأحلام الجمهور اليمني أو الجمهور العريض من الشعب اليمني، وخصوصا بعد انسداد الأفق. الدولة تسمى جمهورية ولكن لا يوجد أي معلم من معالم الجمهورية. كان علي عبد الله صالح وزمرته الحاكمة والمتعاونين معهم من بعض الأحزاب قد استطاعوا أن يسيطروا على جميع ثروات البلد وعلى مصيرها السياسي وعلى مسار انتقال السلطة فيها. وكان هناك حدث بارز في يومها، الشيخ سلطان البركاني الذي هو اليوم
يعني لا زال جزءا من هذا النظام الذي يعيد إنتاجه، قال في وقتها أنه سيقلع العداد، أي بمعنى أنه حتى 6 سنوات التي غيرت، كانت فترة الرئاسة 4 سنوات غيرت إلى 6 سنوات، وقال أنه لن يكتفي بذلك بل ربما سيقلع العداد. ذلك الكلام أصاب النظام في مقتل، لأنه الجو في الإقليم بشكل كامل كان جو تغيير وكان جو ثورة، وكان كانت الشعوب يعني تتوق إلى نوع من التغيير. اجتمع الشعب اليمني والتف حوله بعض الأحزاب التي أيدت هذا الحراك وهذا المطلب، شخصيات عامة، شخصيات سياسية، يعني كان الهدف سامي ونبيل. وحاول النظام أن يقاوم في وقتها أو أن يلتف، أو تعرف هي كل الأنظمة تحتاج إلى لن تستسلم بسهولة، إلى أن جاءت الكارثة التي تسمى بالمبادرة الخليجية، والتي كانت التفاف من قبل السعودية التي كانت على مدار 50 عاما تنظر إلى اليمن أنه حديقتها الخلفية، لا يمكن أن تسمح بعد أن أنفقت مليارات الدولارات على المشائخ وعلى شراء الذمم لكي يبقى اليمن تحت سيطرتها ووصايتها، فلا يمكن أن تسمح لهذا التغيير أن يحصل، لأن الشعب عندما خرج في ذلك الوقت كان يقول الشعب يريد إسقاط النظام. كلمة النظام ماذا تعني؟ تعني أشخاص يحكمون بسيستم معين بطريقة معينة. كانت تلك كان الأشخاص معروفون، النظام كان هو أن يحكم اليمن بأمر السفير السعودي وبأمر السفارة الأمريكية، أي أنه البلد مسيطر عليه من قبل قوى خارجية، الأمريكان مشرفين من بعيد، السعوديين مشرفين بشكل مباشر، ولذلك كان من يريد أن يغير هذا النهج يتم يعني رشوته أو يتم قتله أو إلى آخره. كان هذا هو كان هذا هو حال البلد ما قبل 2011 منذ تقريبا 30 عاما، فعندما خرج الشعب اليمني أراد أن يغير هذا الأمر كله، ولكن للأسف تم الالتفاف بهذا على هذا المطلب بالمبادرة الخليجية. ولا أريد أن أطيل، إذا أردت أن أطيل فيما بعد المبادرة الخليجية ربما نعم سنناقش هذا الموضوع تحديدا، سنناقش هذا الموضوع في فترة لاحقة من البرنامج. ولكن أيضا الأستاذ خالد المفلحي، يعني أريد أن أعرف كيف كان ينظر الجنوبيون، خاصة وأن هناك حراك في الجنوب سبق حراك الشباب. هذا الحراك كان يرغب في يعني فك الارتباط، أو كما يسميه الشماليون الانفصال عن اليمن، حراك قديم، إذن سبق حراك الشباب. لما خرج يعني شباب اليمن في صنعاء أو في مدن يمنية أخرى في 27 يناير، كيف شعر السكان في جنوب اليمن؟ ما الذي كانوا يريدونه في هذه اللحظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية حتى ألقي نظرة سريعة على موضوع ثورة الشباب والذكرى 10 لمرور هذا الحدث. حقيقة أنه ثورة الشباب اللي حصلت في اليمن ما كانت عبارة عن عدوى لفوضى الربيع العربي، التي وضحت من خلال التسريبات الأمريكية في لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، أثبتت بما لا يدع مجال للشك أن حمى الثورة الربيع العربي كانت عبارة عن مخطط أمريكي لتغيير أنظمة الحكم العربية، وبالتحديد لإعطاء الصلاحيات الواسعة للإخوان المسلمين حتى يأخذوا زمام المبادرة. في الجنوب تجاه ثورة التغيير كان هناك في البداية نوع من الحماس، لأنه النظام الذي كان يحكم صنعاء كان نظام استبد بالجنوب وأخذ الجنوب كغنيمة، وبالتالي كان هناك تأييد لأي شيء ممكن أن يغير هذا النظام. لكن سرعان ما تبادر إلى الذهن أن الشباب ما هم إلا أدوات يحركها أو تحركها قوى النفوذ المسيطرة على صنعاء، باختلاف أشكالها وباختلاف أيديولوجياتها يظل الهدف واحد حتى وإن تغير شكل النظام، فالأهداف الأساسية لا تتغير، وبالتالي فقد الجنوبيون أي اهتمام بهذه الثورة. سرعان ما يعني ما لم يبدو اهتمام بها بعد ذلك، لأن لهم نضالهم الخاص، وكما ذكرت وكما تفضلت دكتورة أنه الجنوبيون أساساً هم بدأوا بثورتهم من عام 2007، وسبق ثورة الشباب ب4 سنوات على الأقل، ويعني حتى قبل 2007 لكن البداية الرسمية لثورة الحراك كانت في عام 2007، وبالتالي العملية كلها بالنسبة للجنوبيين كانت عبارة عن تغيير أنظمة وعبارة عن صراع لقوى النفوذ وتصفية حسابات، وانتهت بعد ذلك بخروج علي عبد الله صالح من المشهد عبر المبادرة الخارجية التي قادتها السعودية ودول الخليج للحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه وعدم دخول اليمن في فوضى. لكن اتضح بعد ذلك أن هناك أهداف أخرى أو قوى أخرى أرادت أن تتسلق المشهد، بدءا من الإخوان المسلمين ثم بعد ذلك الحوثيين.
نعم، نذكر فقط بأننا نناقش اليوم في هذه الحلقة من الساعة الخليجية مرور 10 سنوات على ثورة الشباب في اليمن، ويسعدنا أن نستضيف فيها إذن من مسقط الأستاذ مختار الرحبي السكرتير الصحفي السابق للرئاسة اليمنية ومستشار وزير الإعلام اليمني، ومن لندن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد المؤيد، والأستاذ خالد المفلحي أيضا من لندن وهو الكاتب والمحلل السياسي الجنوبي. أستاذ مختار، أعود إليك لأسألك سؤالا واضحا، من اختال حلم الشباب في اليمن؟ هل هي أطراف إقليمية أم أطراف داخلية كما ذكر أستاذ أحمد قبل قليل، أخوان مسلمين، أحزاب سياسية أخرى، من الذي اختال هذا الحلم؟ شماعة الإخوان المسلمين أنا أعتقد أنها أصبحت شماعة يعني مشروخة وأسطوانة مشروخة. الجميع يتحدث عن إخوان مسلمين، من سيطر على الحكم هم الإخوان المسلمين، هذا غير صحيح. من خرج في صنعاء وفي اليمن بشكل عام هم نواة شباب من أنقى شباب اليمن ومن أفضل شباب اليمن ومن أفضل ما أنتجت اليمن من شباب يحمل هموم بناء الوطن وبناء الدولة المدينة الحديثة ودولة النظام والقانون. ما حدث بعد ذلك أن الجميع اشترك في اغتيال ثورة الشباب التي كنا جزءا منها والتي خرجنا بدون أيديولوجية وبدون أي أهداف سياسية وبدون حتى أحزاب سياسية. لو عدنا للوراء، الأحزاب السياسية لم تخرج إلى الساحة إلا بعد أن سيطر الشباب على ساحة التغيير، وبدأت الساحات بالامتلاء وبدأت بالجميع بدأ ينضم إليها. بعد ذلك جاءت الأحزاب ومن ضمنها حزب الإصلاح وكذلك الاشتراكي والناصري وأيضا جماعة الحوثي، الجميع اشترك معنا. بالتالي من يعلق اليوم كل الكوارث أنها بسبب الإخوان المسلمين أو أنهم سيطروا، فأنا أعتقد أن هذا كلام غير منطقي وغير مقبول بسبب أن الجميع اشترك فيها. ولكن سيناريو الإخوان المسلمين تكرر عزيزي في أكثر من دولة، يعني في تونس مثلا تكرر وفي مصر تكرر أيضا سيناريو يعني صعود الإخوان المسلمين أو محاولة استغلال هذا الحلم إذا صح التعبير. الإخوان المسلمين هم كانوا جزء أساسي من المجتمع سواء في تونس أو في اليمن. يعني في اليمن هل نستطيع أن نقصي حزب الإصلاح الذي يعتبر ثاني أكبر الأحزاب السياسية في اليمن؟ هذا لا يمكن. نحن في بلد جمهوري ديمقراطي، يحق لحزب الإصلاح أن يصعد حتى إلى رأس السلطة وإلى رأس الحكم. لسنا في بلد يمنع التعدد ويمنع الأحزاب، ليس لدينا مشكلة في الإصلاح أو في أي جماعة أخرى طالما أنها لم تحمل السلاح ولم تفرض أيديولوجيتها بقوة السلاح فليس لنا مشكلة. حتى الحوثيين إذا وضعوا السلاح وقبلوا بأن يتم التداول السلمي للسلطة وسلموا أسلحتهم وارتضوا بالعملية السياسية ليس لدينا مشكلة معهم، في الأول والأخير يمنيين. أيضا حتى الإخوة في الانتقالي أو في الجنوب إذا ما سلموا السلاح وارتضوا بعملية سلمية ليس لدينا مشكلة مع أي طرف سياسي. بالتالي من اغتال حلم اليمنيين اشترك فيها الجميع بما فيهم الأطراف السياسية اليمنية، النخب السياسية، الأحزاب، وأيضا المجتمع الدولي والإقليمي الذي للأسف الشديد أنه اصطف مع طرف ضد طرف وقدم أجندته السياسية على إنهاء الحرب في اليمن وإحلال السلام في اليمن. نعم أستاذ أحمد، أعود إليك، ربما كلام منطقي إلى حد ما، طالما هو حزب سياسي الإخوان المسلمون أو غيرهم، طالما بأنه لا يحمل السلاح كما يتهم البعض مثلا جماعة الحوثي في اليمن، فبإمكانه المشاركة في العملية السياسية والوصول إلى رأس السلطة. لماذا إذن يتم اتهام دائما أو تعليق دائما فشل اليمنيين على شماعة الإخوان المسلمين فقط؟ نعم، في البداية يجب أن نصحح بعض المفاهيم وأن نضرب أمثلة يستطيع الشعب أن يتأكد منها، يعني رآها بعينه. الكلام الإنشائي يعني لا يوجد أجمل منه حقيقة. سأحلل لك الموضوع كالتالي. المظالم في اليمن بدأت منذ 94 على الشعب الجنوبي، همشوا وقيلوا كذا 13 سنة ثم بدأوا يعني فاضت قلوبهم، خرجوا في 2007 كانوا أول من خرج إلى الساحات، ومظلوميتهم حقيقية لأنه علي عبد الله صالح في وقتها حسسهم أنه احتل بلدهم، ما حسسهم أنهم جزء من الشعب. هذا واحد. أنصار الله في صعدة خرجوا بما يكفله النظام والدستور بالتعبير عن رأيهم، لكن لأن رأيهم يستهدف أمريكا مباشرة التي تسيطر على علي عبد الله صالح فحوربوا من 2004 إلى 2010. إذن هناك مظلوميتين كبيرتين أججت الغبن والمشاعر في الشعب اليمني، سواء من يراها أو من يعانيها بشكل مباشر. لكن هناك طرف كان مع السلطة في كل هذا الوقت. اليمن، جيش اليمن في وقت علي عبد الله صالح اجتاح الجنوب بفتوى إصلاحية
ولم يعد الشعب الجنوبي في وقتها الاشتراكيين الذين تحالفنا معهم واصحابنا واخوان تحالفوا، لا اصبحوا زنادقه شيوعيين ماركسيين لا يعني الى اخره، لكي يكون سبب في الهجوم. هذا واحد. اثنين، صعده عانينا من نفس الكلام، قالوا علينا في صعده ان احنا مجوس روافض عيال متعه كذا، ما خلوا ولا بقوا فينا. ليش؟ لانه لم يكن هناك وسيله لنقل الحقيقه الا قناه اليمن التي يسيطر عليها علي عبد الله صالح. لكن 2010 صارت القنوات الفضائية، انتهت الكلام هذا لم يعد موجودا. فعندما بدأت الثورة كان جناحها في الحقيقة، صح فيها مستقلين وصح فيها شعب، ولكن كان جناحها الإصلاح والأنصار في وقتها. واستمرت الثورة على مبادئ أن هذا النظام سيتغير ونحصل على دولة مدنية يكون فيها إيش؟ يكون فيها احترام وتطبيق للقانون حقيقي. من ضمن التطبيقات للقانون أن يكون هناك تداول سلمي للسلطة. السعودية دقت جرس الانذار وعرفت ان هناك قوى جديده ستسيطر على اليمن، حتى ان كان الاخوان او حزب الاصلاح، فهي تخشى من ذلك لانه هناك اخوان سيطروا في مصر، اخوان في تونس، واخوان يناضلون في سوريا يريدون ايضا السيطره، الدعم قطري تركي، اذا هناك حيكون حلقه اخوانيه. تمام، السعوديه والامارات يخشون ذلك تماما. فلوحوا، عملوا التفاف بسيط، لوحوا لحزب الإصلاح بربع السلطة، بشوية إيش؟ بشوية مقاعد برلمان. قفز حزب الإصلاح مباشرة من سفينة الثورة وغدر بالشعب وأصبح جزءا من النظام الذي كان ينادي بالأمس بإسقاطه، وأصبح شرعيا. تخيلي، أصبحت الحكومة التي زال فقط علي عبد الله صالح منها باقي نفس الرجال ونفس السيستم، بل ازداد إغالا في العمالة للسعودية، أصبح شرعيا، ما شاء الله العظيم. نعم. طيب اليوم دعينا يعني شوفي هذه المتناقضات، اليوم لا زال الشعب الثائر الموجود من 2011 لحد اليوم يناضل من اجل النظام الذي تتحكم فيه السعوديه، لكن لكن الموضوع ان حزب الاصلاح براغماتي، يعني لا مانع لديه ان يقطع اوصال اليمن، يعطي يمكن السعوديين، يمكن الاماراتيين، يرفع من رفع اعلام يعني صور بن زايد في تعز انه يعني قائد التحالف، اول ما قلبت قطر صار بينها مشكله هي والسعوديه، يعني السعوديه والامارات وقطر، على طول قلبوا مع قطر مباشره. اذا لم يكن هناك مصداقيه مع الشعب، اما الشعب لا زال يناضل امام، يريد اسقاط النظام الذي تتحكم فيه السعوديه، ولا زال يطالب لحد الان بان يكون هناك دوله مدنيه ودوله، لكن لكي تشوه، يعني شوفي، لكي يعني تشوه الخصم لا ينفع ان تقول الحقيقه عليه، يجب ان تضع البهارات، ايران والمجوس والسلاليه عادوا لنفس 2004، ولكن الشعب لا زال الان لم يعد يصدقهم. نعم. اليوم لم يعد لديهم احد يطلبوها ان يخرج عندهم مظاهرات، لكن اليوم في هذه اللحظه التي اكلمك فيها 11 محافظه تغص بالمتظاهرين الذين يقولون يعني يرفضون العدوان الامريكي على بلدهم. نعم. هذه الحقيقه التي اذا حدثتك عنها يستطيع الشخص ان يراها بعينه. أستاذ أحمد، نحن الآن نتكلم طبعاً قبل اندلاع الحرب في اليمن، قبل اندلاع الحرب، لم نصل إلى مرحلة اندلاع الحرب. يعني بالمناسبة كان هناك أربعة أشخاص، كان هناك أربعة أقسام، كان هناك المؤتمر، وكان هناك اللقاء المشترك، وكان الحراك، وكان الأنصار. المبادرة الخليجية رفضت من قبل الحراك والأنصار، لأن الفترة كانت توافقية، فالمبادرة الخليجية فاشلة لأن الحراك والأنصار رفضوها، فإن التوافق طيب. إذن عبد ربه كان رئيس توافقي، ولكن لأن الأنصار والحراك لم يقبلوا فهو ليس رئيس. فلنستمع قليلا للأستاذ خالد المفلحي، لأنني فعلا أرغب في معرفة يعني أين كان الجنوبيون من كل ذلك. يعني أنت ذكرت قبل قليل أن جناح هذه الثورة كان الإصلاح، ويعني جناحان مختلفان تماما، والجنوبيون لم يكن لهم مكان في هذه الثورة. هل كنتم مثلا هل كنتم مثلاً تعولون على الانفصال بعد نجاح هذه الثورة؟ هل كنتم تعولون على مثلاً، أستاذ خالد المفلحي السؤال لك، هل كنتم تعولون فعلاً على الانفصال بعد نجاح هذه الثورة إذا كان لم يكن لكم أيضاً موقع من الإعراف فيها من البداية؟ أختي الفاضلة، الثورة التي انطلقت في الجنوب عام 2007 انطلقت بأهداف واضحة، وكان الغرض منها هو استعادة الحقوق الجنوبية التي تحدث عنها الأخ أحمد، وهذه أنا أشترك معه في هذه النقطة، بس في وصفه لما حصل للجنوبيين من مظلومية، هذا حقيقة. النقاط كثيرة تتفقون. لا، أنا أشترك معه في هذه النقطة. لكن الحقيقة هي كالتالي: الحقيقة أنه الإصلاح والحزب المؤتمر الشعبي العام هو الذي اجتاح الجنوب،
وهم المشتركين تماما في عملية إلغاء عملية الشراكة التي حصلت بين الشمال والجنوب والوحدة اليمنية التي انتهت في عام 94 بهذه الحرب. ومثلما تفضل الأخ أحمد بأننا يعني أصدرت فينا فتاوي وحلل دمنا واعتبرنا مارقين واعتبرنا كفرة وما إلى ذلك، فبالتالي ما حصل في صنعاء في ثورة التغيير كما أسلفت لك هي عبارة عن تغييرات سياسية على المشهد الدولي. أرادت الإدارة الأمريكية أن تمنح الفرصة للإخوان المسلمين، ومنحت الفرصة هذه لكثير من الدول العربية سبقت ثورة التغيير. الشباب في اليمن والكلام الجميل الذي تفضل فيه الأخ مختار الرحبي، هذا كلام هو ظاهر الأمر، لكن حقيقة الأمر ليس كذلك. حقيقة الأمر أن الشباب استخدموا كأدوات في هذه الثورة لإحداث تغيير بالنسبة للمراكز النفوذ التي كانت تتصارع وقتها. آن الأوان لعلي عبد الله صالح أن يزال من الصورة، وبالتالي الجنوبيون رأوا أن ربما من المصلحة في ذلك الوقت أن يعني يساعدوا في هذه العملية أو ينتظروا نتائجها. انتهت النتيجة على أنه حزب الإصلاح تمكن من أنه يزيح علي عبد الله صالح من المشهد. أنصار الله كانت عندهم مظلومية، وكانت مظلوميتهم أقل من مظلوميتنا وتبعتنا ولم تسبقنا، تبعتنا في المظلومية. حتى هم في 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 يعني في مظلوميتهم كانوا يعني يستشهدون بنا ويعني يحطون أكتافهم علينا أنه الجنوبيون مظلومين كما نحن مظلومين. لكن بعد ذلك علي عبد الله صالح أراد الانتقام لخسارة النفوذ وخسارة السلطة، فتعاون مع أنصار الله أو الحوثيين الذين حاربهم لمدة ست سنوات وهو في حرب معهم، حرب عبثية، ثم تعاون معهم على حزب الإصلاح الذي انتزع منه السلطة بطريقة أو بأخرى. وبالتالي نعم. هي العملية هنا هي عملية صراع نفوذ فقط لا غير. لا يمكن تصديق أن الـ أن الـ أن الـ أن ثورة التغيير أدت إلى إنشاء منظومة جديدة وفكر جديد. النظام هو نفس النظام، الأركان هي نفس الأركان، الفساد هو نفس الفساد، الشخصيات هي نفس الشخصيات، تغير رأس نظامها وتغيرت معه بعض الشخصيات التابعة له، لكن هل تغيرت المنظومة؟ سواء يعني حكم الإصلاح أم حكم الحوثيين أم حكم المؤتمر، يظل الكل متفق على حقيقة واحدة: الجنوب يجب أن يبقى تحت طائلة اليمن، والجنوبيون لا لم يعودوا مهتمين بهذا. هناك السؤال عن الجنوب سوف أطرحه عليك بعد قليل أستاذ خالد، ولكن دعني أستمع إلى أستاذ مختار. أستاذ مختار، يعني سمعت إلى رأي الضيفين، ربما تجد نقاط مشتركة بين الرأيين، ولكن أيضا يعني ما يقولانه فيه يعني من المنطق الكثير، خاصة وأن يعني الحرب في اليمن اندلعت في العام 2015. ما الذي تتوقع أنه كان سببا خلف هذه الحرب؟ هل اليمنيين، هل الشرعية هي من استجلبت أطراف إقليمية لبدء هذه الحرب، أم أن الحوثيين هم الذين كانوا السبب في دخول صنعاء؟ الجميع هناك آراء مختلفة حول هذا الموضوع. ما الذي دفع الأمور بين الأشقاء الذين خرجوا في تظاهرات 2011 ليدخلوا في حرب طاحنة أثارها تمتد حتى هذا اليوم ونعيشها كل يوم وكل لحظة مع كل اليمنيين إلى يومنا هذا؟ ما الذي حدث؟ نعم، بعد المبادرة الخليجية وبعد أن انتهت المظاهرات في الساحات وفي الميادين في اليمن، الجميع دخلنا طبعا في انتخابات، وتم ترشيح الأخ رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي كرئيس توافقي من الجميع، وتم الاتفاق على نقاط يعني محددة، وهي البدء بالحوار الوطني والجميع بما فيهم الحوثيين وكذلك الحراك الجنوبي، الجميع اشترك في هذا الحوار الوطني الذي خرج بحلول لكافة المشاكل التي تعاني منها اليمن، ومنها شكل الدولة والنظام الرئاسي والنظام الحكم وكذلك المشكلة الجنوبية وكذلك مشكلة صعدة. جميع هذه القضايا تم الحديث عنها وتم الاتفاق على أن تكون اليمن بشكل جديد، وهي بالأقاليم الستة التي تم الاتفاق عليها. الحوثيين رفضوا، وكذلك جناح مسلح من الحراك الجنوبي رفض هذا الشكل الجديد من الدولة، وبعد ذلك توفرت الفرصة للحوثيين بأن ينقضوا على مؤسسات الدولة وعلى الانقلاب على الدولة، وهو ما حدث في 2014 حينما دخل الحوثيين إلى صنعاء وإلى مؤسسات الدولة بدعم إقليمي وبدعم مباشر من إيران طبعا وهي حليفتهم الاستراتيجية.
استطاعوا أن يدخلوا إلى مؤسسات الدولة وانقلبوا على مؤسسات الدولة، والجميع يعرف بعد تفاصيل ذلك حينما تم محاصرة رئيس الجمهورية، وكذلك بعد ذلك قدم استقالته واستطاع بعد ذلك الوصول إلى عدن وما تبعها من أحداث وقيام التحالف العربي ودخول الحوثيين إلى مدينة عدن. بالتالي أعتقد أن الحوثيين استغلوا فرصة أن الساحة أصبحت متاحة لهم، ولا يوجد هناك أي طرف سياسي. الجيش كان ضعيف، علي عبد الله صالح كان يتحكم بقطاع واسع من الجيش والأمن، وكذلك الدولة العميقة كانت ما تزال متواجدة في مدينة في كل المدن وفي كل المحافظات. الدولة العميقة هي التي سهلت لدخول الحوثيين إلى صنعاء. علي عبد الله صالح كان يريد الانتقام من الإصلاح ومن باقي الأطراف السياسية التي شاركت في الثورة، بالتالي سلم لهم صنعاء على طبق من ذهب، والحوثيين طبعا مستفيدين من هذا. جماعة لديهم يعني طموح سياسي، لديهم إرث تاريخي، لديهم أيديولوجية، لديهم سلاح، لديهم دعم دولي وإقليمي، بالتالي استطاعوا أن يستغلوا هذه الفرصة وقضوا على كل الأطراف السياسية، قضوا على قيادة الإصلاح الذين كانوا متواجدين في صنعاء، اقتحموا منازلهم، بعد ذلك سيطروا على المدينة تلو المدينة، لم يدعوا أي معسكر إلا ودخلوا ونهبوا كل مؤسسات الدولة ووصلوا إلى مدينة عدن وكل المناطق الجنوبية. وبعد ذلك حدث أن رئيس الجمهورية طلب من المملكة العربية السعودية أن تأتي لنجدة الدولة واستعادة الدولة وإعادة الأمور إلى نصابها. نعم أستاذ أحمد، لا أدري إذا كان لديك نفس الرؤية، خاصة وأني أفهم منها بأن من استدعى قوى إقليمية إلى اليمن ربما كانوا الحوثيين قبل الشرعية عندما استعانوا بإيران لمحاولة بسط النفوذ على كامل اليمن، ما رأيك؟ يعني الرواية مثل ما قلت قبل شوية، الإنشاء والرواية الجميلة، ممكن أقول لك سكين وأقول لك هذا قطع كيف، ممكن أقول لك هذا أداة قتل. دعيني أروي نفس الرواية التي ذكرها الأستاذ مختار ولكن بطريقة ثانية. أولا نبدأ من هو قال انتخابات لعبد ربه منصور هادي، وهذا كلام لا يحصل ولا يستقيم دستوريا. الانتخابات يعني election، يعني تختار شخص من بين عدة أشخاص. ما موجود كان استفتاء على أن يكون هذا الرجل رئيسا لسنتين فقط، هناك من وافق عليه وهناك من يعني لو وافق عليه 10 أشخاص قالوا خلاص حصلت موافقة وانتهى الأمر، لا يوجد نسبة، لا يوجد مرشح مقابل، هذا مبدئيا. ثانيا الحراك والأنصار شاركوا في مؤتمر الحوار الوطني إيمانا منهم بأن الحوار هو الأسلوب الوحيد لحل المشكلة وليس موافقة على المبادرة الخليجية، لأنه لا أعرف وجهة الأنصار الحراك حقيقة، ولكن الأنصار كانوا يقولون أن أساس المشكلة في البلد هي السعودية وتدخل السعودية، لن نأتي ونعالج تدخل السعودية المستمر 50 عاما بمبادرة خليجية، لماذا لا يكون هناك مبادرة يمنية؟ هذا كان الرفض، لكن الحوار نعم مقبول واشترك فيه فعلا المؤتمر وكل القوى السياسية باختصار شاركت فيه، هذا مبدئيا. نعم. ثانيا لم يقر مثل ما قال الأخ مختار مبدأ الأقاليم، بالعكس لم يقر، يعني هو تناقض، قال أقر مبدأ الأقاليم ثم رفضه الحراك والأنصار، إذا من أقره إذا كان هم من رفضوه؟ لم يقر، بالعكس مبدأ الأقاليم كان مبدأ مقبولا من قبل الأنصار من حيث المبدأ، يعني شوفي ركزي في النقطة، وافقوا أن يكون هناك أقاليم على اعتبار مراعاة للحراك فقط، للحراك فقط، لأن الحراك عندهم مظلومية كيف تحلها؟ قالوا خلاص إذا سنقبل بمبدأ الأقاليم على أساس أن يكون هناك إقليمين، إذا الحراك يعني ادعى مظلومية يعني أو كرر أو يعني شدد على أنه مظلوم ويريد حلا، سيكون هناك إدارة ذاتية أو فيدرالية أو كونفدرالية كما يتفق عليه في الجنوب إلى أن يستقيم الوضع وتزول المظالم، هذا مبدئيا. الأمر الثاني عندما قال أقرت الأقاليم الستة، الأقاليم الستة هذا مشروع سعودي يريد فيه تقسيم البلد إلى 6 أقاليم حتى يظلوا يتناحروا بينهم إلى يوم القيامة فتخلص السعودية من الصداع الذي على حدودها. بعد أن شكلت حكومة الوفاق الوطني فشلت تلك الحكومة خلال 2 سنين في أن تقدم أي شيء للشعب اليمني، قرر يعني أنصار الله الدعوة لثورة لباهم فيها الشعب اليمني، وهنا فيه تفصيل واضح جدا أو دقيق جدا، هناك من يحاول أن يعني يصور أن أنصار الله ناس جو من مكان وإذا عادوا لذلك المكان ستحل المشكلة، لا يريدون أن يقولوا أن أنصار الله موجودين في دمار وفي صنعاء وفي ريم وفي الحديدة وفي كل المحافظات، وإنما ضاقوا درعا بوعود الحكومة ومحاولتها الالتفاف على الثورة التي ستقضي على النظام الحاكم في اليمن 33 سنة، ثم يريدوا أن يوضحوا أن هناك معارك محافظة وراء محافظة، ولو طلبت واحد منهم أقول له سمي لي اسم معركة دارت يعني مثلا في مكان ما أين هي، لن يجدوا إلا معركتين فقط
واحدة دارت في البيضاء، واحدة في رداع مع مين؟ مع الدراع السعودي في اليمن اللي هي تنظيم القاعدة. هذا الذي يستطيع أن يلقوه. وبالتالي اكتملت ثورة الشعب، يعني الشعب اليمني انحاز إلى الأنصار ودعوتهم لتغيير هذه الحكومة جملة وتفصيلا. وبالمناسبة من 2015 عندما احتجز الرئيس علي عبد ربه في وقتها ومدير مكتبه، السبب أن كان هناك نسخة دستور جاية جاهزة مؤكدة على أن اليمن 6 أقاليم ومقسمة ومجهزة، لا الحراك عارف عنها ولا الأنصار عارفين عنها، أحمد عوض بن مبارك ماخذها وموديها عشان يوقعوها وستعرض على مين؟ على البرلمان. لا وجود للحراك ولا وجود للأنصار في البرلمان، وبالتالي ستمرر هذه النسخة كما تريد السعودية وانتهت ثورتكم يا شعب اليمني. هنا وضع الشعب حدا لهذا الأمر، فانقضت عليه السعودية بدعم أمريكي، بدعم إماراتي، بدعم سوداني، بدعم سنغالي. لماذا؟ لماذا سنغالي وسوداني واوا؟ لأن لا يوجد لديهم الحجم الكافي من الشعب اليمني الذي يساند مشروعهم، وبالتالي الذي يمتلك العامل الأقوى في حسم المعارك هم أنصار الله وحلفائهم، يمتلك الشعب اليمني الذي صمد في وجه كل هذا التحالف الدولي 6 سنوات رغم امتلاك التحالف المال الإعلام أفخر ما صنعه العالم في السلاح، ومع ذلك 6 سنوات عاجزين. اليوم السعودية تضرب والمعارك على حدودها ولا تستطيع أن تقدم أي إنجاز أو يعني أي تقدم عسكري على الأرض، ومشروعها السياسي تمخض الجبل فولد فأرا، بعد 6 سنوات صار حلمها أن تحقق شيئا اسمه اتفاق الرياض. نعم. في نقطة دكتورة لو سمحتي، في نقطة بس، لأني أنا كنت جزء حاضر من من حديث الأخ أحمد، إنه أحمد عوض مبارك جاء بدستور من أمريكا ومش عارف من وين تحدث الأخ أحمد. أنا ما أقول من أمريكا، لا نعم نعم، فأنا استمع الفكرة مختار، تفضل. نعم، أنا حينها كنت سكرتيرا صحفيا لمدير مكتب رئاسة الجمهورية الذي هو أحمد عوض بن مبارك. الرجل حينما اختطف من صنعاء هو كان لديه مسودة الدستور التي ومسودة الاتفاق النهائي الذي تم الاتفاق عليه من الحوار الوطني، لم يأتي به من أحد، الجميع اتفقوا في مؤتمر الحوار الوطني وتم إنهاء المؤتمر الوطني بعد أن تم تمديده أكثر من 10 أشهر وهم يتناقشون حول جميع القضايا. بالتالي كان هناك لجنة لصياغة الدستور، وأيضا الحوثيين كانوا جزءا منها والحراك الجنوبي كان جزءا منها، واتفقوا على أن يتم الوصول إلى مسودة للدستور ويكون هناك استفتاء وانتخابات نيابية وانتخابات رئاسية. ولكن باختطاف الدكتور أحمد عوض مبارك تم إنهاء كل هذه الأعمال التي كان تم الإعداد لها والتوافق عليها، وانقضى الحوثيين على السلطة وعلى الحكم في اليمن. نعم استاذ خالد، دعوني لم التوافق على شيء. دقيقه يا اخوان، انا دكتوره يجب ان تنظم الحوار، لا يجوز الحوار بهذه الطريقه. استاذي سنعود اليك استاذ احمد، ولكن استاذ خالد نريد ان نستمع اليه، خاصه استاذ خالد انه انا لدي سؤال لك. كما استعانت اطراف اقليميه، استعانت اطراف يمنيه باطراف اقليميه، يتهم الحوثيون بانهم استعانوا بايران، تتهم الشرعيه بانها استعانت بالسعوديه. أيضا في الجنوب هناك اتهامات لكم بأنكم استعنتم بطرف إقليمي وهو الإمارات وأدخلتموه إلى ساحة اليمن بشكل ربما أزعج الأطراف اليمنية الأخرى، ما رأيك؟ تعقيبا سريعا على كلام الإخوان، أولا أؤكد لك مرة أخرى أن ما حصل في 2011 وما تلاه من أحداث هي عبارة عن صراع وتبادل قوى النفوذ في المشهد اليمني فقط لا غير. ثورة التغيير لم تأتي بشيء، الحوثيون تحالفوا مع عدو الأمس الذي كان يحاربهم 6 سنوات، أغراهم بأن يعني ينقضوا على السلطة وأن ينقضوا على النظام الجمهوري، وسلم لهم المعسكرات وسلم لهم السلاح وأعطاهم العتاد اللازم وفتح لهم الطريق حتى يعني يحتلوا صنعاء في سبتمبر 2014، وهذا الكلام أمر معروف وهو ما حدث بالفعل. ثم الحوثيون يعني أرادوا أن تكون لهم القوة الكاملة على المشهد اليمني بشكل عام، فأخذوا تباعا يسقطون المدينة تلو الأخرى. ربما يعني لم يكن هناك مقاومة حقيقية، لكنهم بدأوا بالإصلاح وفجروا منازلهم، يعني هربوا الإصلاح وقياداته إلى تركيا وإلى قطر وإلى بعض الدول المجاورة. ثم بعد أن أكمل المشهد الحوثيون، بعد أن أكمل عندهم المشهد في السيطرة على مناطق الشمال، أرادوا أن يسيطروا على مدينة عدن.
وبالتالي لما حصل هذا الأمر هنا كان الرئيس اليمني قد استطاع تمكن من الفرار من قبضة الحوثيين، لأن الحوثيين حتى انقضوا على رئيس الدولة وقتها. فطلب التدخل من الأشقاء اللي هي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. السعودية لم ترد أن تخوض الأمر لحالها، فعملت تحالف عربي جمعت فيه مصر والإمارات والبحرين وحتى قطر كانت موجودة ضمن هذا التحالف، على أساس أنهم بمطلب من رئيس الدولة وليس تدخل أو عدوان أو أي شيء آخر. وبالتالي كان لابد حتما أن يتم إيقاف هذا الزحف، لأن الحوثيون لا يمثلون إرادة سياسية لشعب يمني، وإنما هم يمثلون أيديولوجية دينية مثل الإصلاح، ولكنهم بشكل مختلف. الحركة الحوثية انقضت على النظام الجمهوري وحولته إلى نظام ملكي، يعني عادت بالتاريخ إلى الخلف إلى ما قبل عام 62، ولكن بشكل أبشع وأسوأ. يعني إذا كانت الملكية في قبل ثورة سبتمبر كانت عبارة عن ملكية، وكان المذهب العام هو المذهب الزيدي اللي هو أقرب مذاهب الشيعة إلى السنة، فإن أنصار الله أرادوا أن يحولوا المذهب الشيعي إلى مذهب إيراني مكتمل الأركان 12، وبنفس الطريقة وبنفس الأسلوب وبنفس المنهج. وبالتالي بعد أن بسطوا كل السيطرة على المناطق الشمالية أرادوا أن يسيطروا على عدن، فكان لابد للدول الخليج أن تتدخل وأن تمنع هذا الأمر حتى لا تكتمل الكماشة الإيرانية موجودة في شبه الجزيرة في شمالها عبر سوريا والعراق ولبنان، وبالتالي أن تكون موجودة في لبنان. ثم أن هناك أمر يجب أن نلتفت إليه بمنطقية. هل من المعقول أن نقبل أن تكون الحركة الحوثية مدعومة إيرانيا بشكل واضح ومعروف وصريح، وحتى الحوثيين لا ينكرون ذلك؟ يعني حتى المناهج العلمية الآن أصبحت يعني تتحدث الفارسية في جامعات صنعاء، وهناك الحاكم بأمره موجود في صنعاء. يعني مقبول على الحوثيين ان يستعينوا؟ عفوا يا استاذ احمد انا ما قطعتك. سنعود اليك استاذ احمد، ولكن فليكمل فكرته. انا ضحكتك وانت ضحكتني وانت كذلك ضحكتني. هل مقبول انه الحوثيين يعني يحصلون على الدعم الكامل اللوجستي والمادي والمعنوي من ايران ويمكنونهم من العاصمه صنعاء تمكين كامل، وهذا لا غبار عليه، ثم مقبول أن الشرعية أو الإصلاح أن يكون مدعوم من المملكة العربية السعودية، والدعم هذا ليس دعما آنيا وإنما دعم لمدة 70 سنة، يعني معروف هذا الأمر. لكن الإمارات أن تدعم الجنوبيون وتدعم وضعهم ومظلوميتهم، فهذا حرام. يعني بأي منطقة هذا يمكن أن يقبل؟ لا يمكن قبول هذا. الجنوبيون هم أول من قاموا بثورة، أول من قاموا بحراك، وكان حراكهم سلمي، وكانت مطالباتهم لا تتعدى عودة حقوقهم. لم يلتفت لهم أحد، جردوا من سلاحهم، جردوا من حقوقهم، فصلوا من مناصب الدولة المعروفة، ويعني تم تعليق بعض الأسماء هنا وهناك حتى يقال أن البلد يعني فيها تساوي، ولكن الحقيقة طيب غير. هناك من يقول من الأطراف الأخرى بأن الإمارات ساعدتكم من أجل مصالح اقتصادية، وأنكم قبلتم إذن بوضع بعض المصالح الاقتصادية تحت رهن الإمارات، دولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل ربما وجدتم فيها القشة التي ستنقذكم من ما يحدث في اليمن من المستنقع اليمني. لكن هل كان هذا السيناريو صحيحا؟ يعني هل ما حسبتم له لو كان صحيحا قد أودى إلى ما أردتم؟ يا دكتورة، دائما الاتفاقات السياسية والتحالفات السياسية لا تقوم إلا على المصالح. لا يمكن أن تقول، يعني لا أحد يتحالف معك لسواد عيونك أو حبا فيك. هي هذه الأمور يعني معروفة والجميع يدركها، والجميع يعني العاقل يجب أن يؤمن بهذا الشيء. المصالح هي ما تغلب أي اتفاقات سياسية. بالتالي نحن نعلم أن دولة الإمارات العربية المتحدة لها مصلحة في أنها تعقد اتفاق مع الجنوبيين، نعم ولا ننكر ذلك، وليس عيبا، هذا ليس عيبا. لكن يجب أن نرتب الأولويات. إذا رأينا ما هي الخطورة على المشهد السياسي، هل وجود الحوثيين يمثل مصلحة عامة لليمن، أو هل يمثل الحوثيون أساساً اليمنيين كما يدعون
أو أنه انتفاضة الشعب؟ لا، نفس الشيء ينطبق على الإصلاح. الإصلاح لا يمثل التطلعات اليمن، ولا يمثل ولا يدافع أساسا عن 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 الشعب، ولا يدافع عن الجمهورية بالأساس، وإنما يخدم مصالحه وأيديولوجيات معينة هو يعني يرتبها بناء على الترتيب العام للمصلحة التي يرتضيها الإصلاحيين. فبالتالي نحن لا ننكر أن الإمارات يعني مع بتحالفها معنا هي تبغي مصلحة الإمارات. هو أمر معروف أولاً، يعني أولاً حتى نضع المجتمع في المشهد الحقيقي. الإمارات بالنسبة لها الإخوان المسلمون يمثلون خطر قومي على الأمن القومي العربي، وهو هذا الأمر حقيقة، لأنه موجود أمثلة واضحة وحقيقية في كل أقطار الدول العربية التي مسكها الإخوان المسلمون، يعني من مصر إلى 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 السودان، إلى حتى يعني دول المغرب العربي، يعني أي دولة فيها إخوان مسلمين، حتى الأردن، حتى يعني فبالتالي أصبح الأمر معروف. لذلك الإمارات لا تريد لهذا التنظيم الديني أن يأخذ زمام الأمور ويحكم زمام الأمور في أي دولة عربية، لأنه يمثل الخراب ويمثل شكل من أشكال الدمار. بل نفس الكلام ينطبق على الحركة الحوثية التي تمثل وجه ديني آخر بس بشكل مختلف. نعم، طيب نعود إليك أستاذ مختار. أنتم في الحكومة الشرعية أو بعض الأطراف لديكم دائما ما تنتقدون الدور الإماراتي في اليمن، نلاحظ هذا على تغريداتكم، نلاحظ هذا حتى على مداخلاتكم التلفزيونية. ما قاله الأستاذ خالد منطقي جدا، أنه لا شيء يتم بدون مصالح، المصالح هي التي تربط العلاقات بين الدول، والجنوبيون ربما وجدوا في الإمارات هذا المخلص إذا صح التعبير من كل ما يحدث الآن في اليمن، بعد أن وصلوا إلى نقطة بأنهم لا وجود لهم، يعني في كل ما يحدث لا محل لهم من الإعراب في هذا الصراع، فلماذا يبقون في داخله؟ تفضل. نعم، أولاً المجلس الانتقالي هو تكوين سياسي حديث تم إنشاؤه بدعم وبطلب من دولة الإمارات، وهو لا يمثل الجنوب. المجلس الانتقالي هو يمثل منطقة أو منطقتين أو ثلاث مناطق في المناطق الجنوبية، ونحن نعرف رأس المجلس الانتقالي وشلال وغيره ومن يسيطرون على المجلس الانتقالي. بالتالي من الذي فوض المجلس الانتقالي من أجل يعقد الصفقات ومن أجل أن يدخل بمفاوضات ومن أجل أن يعرف ما هي مصالح الشعب الجنوبي والمناطق الجنوبية؟ بالتالي هذا كلام أنا أعتقد غير منطقي. إذا كان هناك انتخابات وفي وضع طبيعي وتم سيطرة الانتقالي على الفاز في انتخابات أو في استفتاء أو في غيرها، حينها يمكن أن نقول أنه هو الذي يتحدث باسم الجنوب أو هو الذي يمثل الجنوب. أما الآن هو لا يمثل الجنوب. المجلس الانتقالي في انقلاب أغسطس في 2019 هو الذي قتل أبناء شبوة وشردهم وقتلهم، وكانت هناك تصفية بحسب البطاقة والمنطقة، تم اقتحام منازل وزير الداخلية ووزير النقل وكثير من أبناء المحافظات الجنوبية الذين ليسوا خاضعين للمجلس الانتقالي من أبناء شبوة. حضرموت لم رفضت المجلس الانتقالي، المهر طردت المجلس الانتقالي ورفضت حتى دخول مسيرة لهم. ايضا سقطرة التي رفضت الانتقالي تم العودة لها بالدبابات وبالأسلحة الإماراتية. بالتالي نقول ان الإمارات تستخدم المجلس الانتقالي من اجل مصالحها. الإمارات لم تأتي من اجل إعادة ما يقولون عنها الإخوة في المجلس الانتقالي عودة الدولة الجنوبية والانفصال. الإمارات تريد مصالح اقتصادية، تريد ميناء عدن، تريد الساحل الغربي، تريد مضيق باب المندب، تريد جزيرة ميون، تريد جزيرة سقطرة. هذه الدولة أصبحت دولة شرع على اليمن، مثلها مثل إيران. الأعمال التي قامت بها والجرائم التي ارتكبتها في اليمن، هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وهي توازي الجرائم التي ارتكبتها إيران في اليمن. بالتالي نقول أن الإمارات دخولها للتحالف العربي أصبح وجودها أكبر من نفعها، أصبحت تضرنا أكثر. هاجمت الجيش الوطني وقتلت 300 ما بين الشهيد والجريح في العلم وفي انقلاب أغسطس. لولا تدخل الإمارات في انقلاب أغسطس لكانت الدولة والشرعية متواجدة في مدينة عدن. الاتفاق الرياض كان هناك محاولات ونجحت المحاولات الإماراتية بأن تبعد سقطرة من اتفاق الرياض، وأصبحت الآن سقطرة محتلة بالكامل، والمزروعي المندوب الإماراتي هو الذي يتحكم بها. اليوم في هذه الأيام وأنا أتحدث إليك هناك فوج من السياح الروس سيتوجهون مباشرة من روسيا إلى دبي، ومن دبي ينقلونهم إلى سقطرة مباشرة بدون أي إجراءات،
وبدون العودة للحكومة الشرعية وبدون الحصول على فيزا أصبحت وكأنها إمارة ثامنة للإمارة لدولة الإمارات. بالتالي نقول أن الإمارات لديها مصالح ولا يمكن أن تمنح الجنوبيين ما يريدون، إنما هي تستغلهم من أجل هذه المصالح ولن تقدم لهم شيء سوى السلاح من أجل يتنحروا ومن أجل أن يخوضوا حروب داخلية في إطارهم يعني. حتى المعارك التي الآن تحصل هي ليست ما بين الشمال وما بين الجنوب، هي ما بين المناطق الجنوبية فيما بينهم البين، ما زالت يعني الأفكار السابقة الطغمة والزمرة ما زالت تسيطر على الساحة في المناطق الجنوبية، وما زالوا حتى هذه اللحظة الإشكاليات التي عانوها في الماضي يحاولون أن يرحلوها للمستقبل. نعم جميل جدا، نعود إليك أستاذ أحمد، لأن هناك طرف أيضا دخل على خط الأزمة اليمنية بعد ما بات يعرف بالأزمة الخليجية في العام 2017. يعني هناك اتهامات مثلا لدولة أخرى من دول الخليج وهي قطر أيضا بالتدخل في معركة اليمن، على الرغم من أن تدخلها لم يكن بهذا الشكل الواضح، وهي متهمة بدعمكم إعلاميا وبدعمكم بأشكال أخرى خلال فترة الأزمة الخليجية. الآن انتهت هذه الأزمة، هناك مصالحة، ويقال بأن ربما تلعب قطر دور وساطة بحكم القوة التي قوة العلاقة التي تربطها بالحوثيين، ما رأيك؟ سؤالك جميل جدا، ولكن الطرفين أو الأخوين العزيزين ساقا بعض المعلومات الغير دقيقة، سأحاول أن أجزها في نقاط حتى لا أفوت الإجابة على سؤالك. مبدئيا يقول الأخ مختار أنه كان هناك توافق على موضوع الدستور، لم يكن هناك توافق، وخصوصا من حزب المؤتمر، لأنه حزب المؤتمر كان يرى أن حسنته الوحيدة في اليمن هي إنجاز الوحدة، فلن يقبل أن يقسم بست أقاليم، إضافة إلى أنه الأنصار كانوا موافقين على الكلام هذا، والحراك في وقتها كانوا موافقين، فقط اللقاء المشترك بقيادة الإصلاح كان موافقا لأنه يعلم أن هذه رغبة السعودية، وكلما حقق رغبة السعودية هناك أمل أن تضعه في الحكم في اليمن، هو مستعد أن يقدم أي شيء لحكم اليمن. هذا واحد. اثنين، نأتي إلى مغالطات الأستاذ خالد عندما يقول أنه المذهب الاثني عشري يفرض الآن في اليمن، يعني لو يسمع أي واحد في صنعاء ولا في دمار ولا الآن يعني يقول يا أخي أنت فين عايش، يعني إحنا أنت فين عايش، الكلام سمعناه في 2004 وثبت كذبه من 2004 و2005 ولم له وجود، بل بالعكس هذا دليل أنهم لا يعرفون ما هي من هم أنصار الله. أنصار الله حركة قرآنية لا تعترف بالمذاهب، بل ترى أن المذاهب جزء من المشكلة وليست جزء من الحل. للأسف أنه في ناس لحد الآن مش فاهمين هذا الكلام. هذا ثانيا، عندما يقول لك الدعم الإيراني، إيران لا تستطيع أن تدعم يا سادتي، هي تدعم إعلاميا وسياسيا نعم، لكن عسكريا من فين؟ يعني البحر معك والجو معك والبر معك، منين تدعمك؟ يعني إذا كنت تريد أن تحارب استنادا على دعم خارجي، يفترض أن هناك جسر جوي أسبوعي أو شهري. قال محمد جواد ظريف في 2017 ردا على أحد الصحفيين، قال لو كانت إيران تدعم اليمن لرأت السعودية شكلا آخر من أشكال الحرب، لو كان في دعم حقيقي كان شافوا حاجة ثانية. اليمن الآن يعني يقاتل بإمكانياته البسيطة وبتصنيع الداخل، الخبراء اليمنيون اليوم يصنعون كل شيء، صواريخ وغيره وغيره. الأخ أيضا تحدث، الأخ خالد يتحدث عن الانتقالي، شوف يا سيدي لا يجب أن نغالط التاريخ، الأخ حسن باعوم الأب الروحي للحراك الجنوبي 2007 لا يعترف بكم، أنتم فصيل أنشأته الإمارات، أنتم لم تتحالفوا مع الإمارات، يعني لا تضع نفسك أنك أنت تحالفت وهذا حق أن يتحالف الأحد، أنت وجدت صنعت إماراتيا لك 5 سنوات 6 سنوات، لا عندك كهرب في عدن، لم تعطيك الإمارات لا كهرباء لا مي لا كذا، موانئك ليست بيدك، مطاراتك ليست بيدك، ليست لديك سيادة. إذا كانك أنت متحالف مع الإمارات لكي تبحث عن مصالح لكي تنفصل، لماذا ما انفصلت؟ ليش لك 5 سنوات أنت لا تستطيع أن تتحدث؟ يعني لا يوجد لديك قرار، لا يوجد. صح الإمارات صنعتكم قوة عسكرية لكي تعبث بالمنطقة فقط، لكي تعبث بموضوع اليمن فقط، لكن اليمن اليوم فيه 3 تيارات جنوبية، يعني الجنوب فيه 3 تيارات، تيار حسن باعوم والذي يرفض الانتقال طبعا، وتيار الانتقال المدعوم إماراتيا ولولا الإمارات تتبخر، تيار آخر يسمى مجلس الإنقاذ اليمني الجنوبي، وهذا يرفض الاثنين، لا يرفض الاثنين، يرفض الانتقالي ويتحد مع حسن باعوم في القضية، يعني في طرد المحتل، ولكنه يختلف مع تيار حسن باعوم في الانفصال، يقول ما في داعي للانفصال وصح وضعنا مع الشمال. إذن هنا فلنتحدث الآن عن قطر بسبب مسألة قطر، مسألة قطر شوفي، إذا قطر تزاعلت مع السعودية واستضافت ضيف يتبع الأنصار في الجزيرة، قالوا هناك دعم قطري كبير، يا أخي هناك استضافة فقط ما في دعم. قطر إن أرادت أن
تدعم أحد، فلن تدعم إلا الإخوان المسلمين، هند دعمتهم في كل مكان في العالم. لا يمكن أن تذهب الإمارة قطر لكي تدعم أنصار الله وهم غير معترف بهم، وتترك الإصلاح وهو في حكومة معترف بها دوليا ولو أنها حكومة مزورة، لكن هذا هو الذي يعترف به العالم وهم جزء منها وهم مسيطرون على قرارها. يعني بالعقل مين تدعم قطر؟ ولكن نحن نرحب بدور قطري كويتي عماني لرأب الصدع لتدوير الزوايا بين الجميع، نحن موافقون. نحن مثلا أنا مرة تحدثت مع أحد أقطاب الشرعية، جاءها مسألي في أذني عندما كنا في ستوكهولم، في ستوكهولم في المفاوضات في 2018، وقال لي على أساس الرجل ذكي، يا أخي قطر عفوا السعودية وإيران سبب المشاكل، ولو خرجوا منها انحلت المشكلة. رفعت موبايلي وقلت له ناخذ سيلفي ونقول الكلام هذا أنا وأنت مباشرة، نردد مع بعض السعودية والإيران سبب المشكلة في اليمن ولو خرجوا منها. قال ها تريد تورطني؟ يعني أنا ما عندي مانع، أنا وأقولها الآن هذا الزوم يراه العالم، لا مانع لدينا من طرد السفير الإيراني إذا كانت الشرعية ستطرد السفير السعودي والإماراتي وكل من موجود. هل سيقبلون؟ لن يقبلون. لماذا؟ لأن إحنا لدينا قرارنا، نحن تحالفنا مع إيران تحالف، يعني ليس تحالف على أصحابنا في الداخل، ولكن تحالف على المشروع الأمريكي في المنطقة الذي يستخدم بعض الأطراف اليمنية لتحقيق مشروعه. لديهم أهداف ضيقة، لدينا أهداف واسعة. مثلا عندك مثال بسيط، اليوم تغريدات تويتر تقول الشعب اليمني كله يقول أمريكا أم الإرهاب، ماذا يقول الإصلاحيون؟ الحوثي إرهابي. يعني انظر إلى المشاريع الضيقة. نحن لا مانع لدينا أن ننفتح على الكل حتى على السعودية والإمارات، ولكن ماذا كيف ستتعامل معي السعودية والإمارات؟ هل ستتعاملوا معي حديقة خلفية أم لدي أنا دولة ذات كرامة ذات سيادة ند بند رأس برأس ومصالح مشتركة ولا تتدخل في سيادتي ولا يعني الإصلاح عندما صنف إرهابية من قبل السعودية ضجت الأنصار قواعد وقيادات وكذا يرفضون هذا التصنيف، وعندما لوحت أمريكا بالتصنيف صفق الإصلاحيون وفرحوا بذلك. ما هذا البلاء الذي والانحدار في التعاطي السياسي الذي وصلنا إليه؟ سنعود إلى مسألة التصنيف بعد قليل، ولكن أستاذ خالد أريد أن أسمع تعقيبك على كل ما ذكر. والآن أنتم في حكومة، دخلتم في حكومة مع بعد اتفاق الرياض مع الشرعية، فأصبحت هناك حكومة، ولكن يبدو بأنكم غير موافقين، يعني دخلتم هذا التحالف أو هذه الحكومة ويبدو بأنكم غير موافقين على كل شيء يجري فيها، لماذا؟ طيب أنا أريد أن أعقب على كلام الأخ مختار وكذلك كلام الأخ أحمد أيضا. الأخ مختار والأخ أحمد اتفقوا في نقطة واحدة، أن الانتقالي ما هو إلا أداة إماراتية بتشكيلة إماراتية. أنا أرد على هذا الكلام، سوف أرد على هذا الكلام. أولا قيادة الانتقالي وكل أعضاء الانتقالي هم كانوا متواجدين في الساحات، ومعروف نضالهم من ساحات المعارك، ولم يوجدوا في الفنادق ولم يوجدوا في خارج الوطن، جاءوا من الآن هم بالفنادق، الآن هم بالفنادق ولا يستطيعون العودة إلى عدن. أنت لما تتكلم أنا أسكت، فأنت يجب أن تحترم لحظتي في الكلام. تفضل. استمعت إليك. طيب، فمسألة الانتقالي هذه معروفة قيادته، وين كانت ومنين جاءت ومنين خلقت في ميادين النظام. لم يخلقها الإمارات كما قال الأخ أحمد، وأنه جابوها الإمارات كما قال الأخ أحمد، جاءوا من ساحات المعركة. هذا أولا. ثانيا الأخ أحمد أشار إلى أنه وكذلك الأخ مختار، أنه الانتقالي لا يمثل الجنوبيين، وهذه أسطوانة دائما تردد وتكرر، أنه الانتقالي لا يمثل الجنوبيين. الانتقالي هو عبارة عن مكون من أحد المكونات الثلاثة. نحن نقول بوضوح الانتقالي حصل على شرعيته ليست من الإمارات، الانتقالي حصل على شرعيته من مظاهرات جنوبية مليونية خرجت إلى الشارع وطالبت، لأنه كان النضال أو الحراك السلمي الجنوبي يفتقد إلى نقطة أساسية وهي وجود القمة، وجود القمة التي تسير هذا الحراك السلمي بالشكل المطلوب. فبالتالي خرج المواطنون الجنوبيون إلى الشارع مطالبين بتشكيل مكون سياسي ينوب عنهم، يتكلم بقضيتهم ويحمل لواءهم ويحمل حقية الشعب الجنوبي في تقرير مصيره. وبالتالي هذه المشروعية الحقيقية التي أوجدت الانتقالي، ليس الإمارات. الإمارات وجدت لاحقا لدعم هذا المكون. ثالثا اليوم إذا حصلت اليوم استفتاء في اليمن، أنا لن أنكر أن هناك مكونات جنوبية أخرى بجوار الانتقالي، لا أنكر هذا الشيء. طبعا أنا لما أتكلم هذا الكلام أنا لا أمثل الانتقالي، ولكن أنا يعني أحاول أن أوضح وجهة النظر. هذا اليوم إذا نزلنا وعملنا استفتاء في الشارع
قلنا استفتاءين، هل الانتقالي هو يمثلك أم لا يمثلك؟ 70% على الأقل 70% ستجدين أن الشعب الجنوبي سيختار الانتقالي ممثلا شرعيا للشعب الجنوبي. هذا واحد. اثنين، إذا أردت أن تستفتي الشعب الجنوبي وتقول له هل أنت تريد الوحدة أم تريد أن يعني فك الارتباط، فأكثر من 95% سوف يقول لك نحن نريد فك الارتباط. وبالتالي إعادة النعرات الطائفية وإعادة مسألة أن الجنوبيون مش متفقين وبينهم صراعات وأحقاد الطغمة والزمرة والحديث هذا السابق، هذا كله التغى بحكاية التصالح والتسامح. وصلنا إلى هذه المنهجية نحن فهمناها، وهذه الخدعة نحن يعني عرفنا. نعم فنركز الآن على مسألة اتفاق الرياض. طيب بس أيضا أريد أن أنوه أيضا على شيء. الحوثيون الذي الأستاذ أحمد قال أنه إحنا ما في عندنا الدعم، حقنا دعم سياسي ولا يوجد دعم عسكري ولا شيء من هذا القبيل. يا أخي، الاعتداءات الصاروخية الموجهة إلى السعودية بهذه الدقة وهذه القدرة، هل تريد أن تقنعني أنه إمكانياتنا العسكرية المتواضعة قياسا بالدول هذه في دول الخليج وكذلك في المحيط الإقليمي أن الحوثيون يملكون هذه القدرات وهذه الاستراتيجيات التي تمكنهم من إيصال صواريخ بعيدة المدى تقطع 2000-3000 كيلومتر وتصل بدقة إلى منشآت حيوية في السعودية؟ لا. نعم، ولديهم أكثر من ذلك. لا يمكن. لا تستهين بشعبك. اليد التي تقي الإيرانية. الوقت يداهمنا ولم نتحدث عن اتفاق الرياض. أتوجه طيب بالنسبة لاتفاق الرياض، اتفاق الرياض يا دكتورة. نعم. بالنسبة لاتفاق الرياض يا دكتورة، اتفاق الرياض الآن، اتفاق الرياض يعني الحقيقة قدر اتفاق الرياض هو إعادة مبدأ المناصفة. نحن استعدنا حق كان مفقود مننا. إحنا هذه أرضنا وهذه ثروتنا وهذه بلادنا المستباحة. اليوم اتفاقية الرياض أعادت هذا الحق إنه إحنا الجنوبيين يجب أن نمثل بالتناصف. إذا كان هذا الاتفاقية سوف تطبق هذا المبدأ فمرحبا، نحن لها. أما إذا كانت هذه الاتفاقية لإعادة تنظيم الصفوف وإخراطنا تحت منظومة الحكومة اليمنية ثم بعد ذلك يعني البحث في قضيتنا على أساس أنه بنشوف، لا، هذا الكلام مرفوض. لذلك التعدي واختيار بعض الأسماء التي كانت تمثل يعني معروفة عنها آليتها في الفساد ومعروف أنه صدر فيها قرارات وما إلى ذلك، هذا يعتبر اعتداء على اتفاق الرياض الذي أساسا حكومة شكلت على مبدأ المناصفة التي جاءت من المناصفة العسكرية، لأنه نحن هذه معلومات غير صحيحة. طيب أستاذ مختار، أترك لك حق الرد، تفضل. نعم، أولا اتفاق الرياض، أنا كنت أريد أرد على نقاط كثيرة ذكرها الأخ خالد، لكن سأتحدث على اتفاق الرياض. اتفاق الرياض لم يأتي لمناصفة المجلس الانتقالي. المجلس الانتقالي هو تيار موجود في الجنوب تم منحه 4 وزارات، إذا لم تكن 5 وزارات، بالإضافة إلى الأحزاب الأخرى. 5 وزارات، معمر الإرياني وزيرنا لديه 3 وزارات، وليس الانتقالي. معمر الإرياني، الأستاذ معمر الإرياني لديه 3 وزارات وهو شخص واحد. فنتحدث نقول أنه اتفاق الرياض لم يأتي من أجل منح المجلس الانتقالي الحق في المشاركة في كل القرارات السيادية الخاصة برئيس الجمهورية، هذا لم يأتي، وليس هناك أي نص يتحدث عن الاتفاق أو الاشتراك مع المجلس الانتقالي في أي قرارات يتخذها الرئيس. الاتفاق يخص حكومة الكفاءات الوطنية التي تم الاتفاق عليها، ما دون ذلك ليس له أي حق. ثانيا، المجلس الانتقالي وميليشية المجلس الانتقالي ما تزال حتى هذه اللحظة ترفض أن تسلم مدينة عدن، مع أنه بند أساسي بأن تسلم وأن تذهب للجبهات. المجلس الانتقالي حتى هذه اللحظة قياداته ممنوعة، وأتحدى أي قياد من المجلس الانتقالي أن يذهب إلى مدينة عدن، سواء عيدروس أو الإرهابي هاني بن بنك أو غيره من القيادات. ثالثا، شلال شايع منذ أن عاد إلى مدينة عدن وهو ينشر الرعب والقنابل كل يوم، قنبلة في الشيخ عثمان ويوم في كريتر ويوم في غيرها، يريدون إفشال الاتفاق الرياض. لماذا؟ لأنه اتفاق الرياض إذا طبق بحذافيره سيعود المجلس الانتقالي مثل جمعية أصدقاء بلاقات، جمعية فاضية ليس فيها أي شيء، خصوصا إذا نزع السلاح. بالتالي يريدون المحافظة على هذا السلاح، لأنهم بدون السلاح لا شيء، لا يمثلون شيء، يمثلون منطقة أو منطقتين أو 3 مناطق. بالتالي
اتفاق الرياض جاء من أجل أولاً نزع سلاح الميليشيات التابعة للانتقالي والإمارات، ثانياً إدراجه في إطار الأحزاب والتكوينات السياسية ويمارس السياسة، لكن يبدو أنه من تعود على التمرد وعلى الملشنة لا يمكن له أن يمارس العمل السياسي أو أن يخوض عمل سياسي. بالتالي أقول في حال لم يتم تنفيذ كامل اتفاق الرياض ولم يتم الانسحاب من كافة المناطق والمحافظات و يعني إذا لم يسلم الأسلحة، فأعتقد أن اتفاق الرياض سيلغى وسيعود المجلس الانتقالي متمرد كما كان من قبل، لأنه الآن منح الصلاحية وأعتقد أنها ستنزع منه الصلاحية والمشروعية للعمل السياسي. أعزائي وصلنا تقريبا إلى نهاية الحلقة، ولكن سؤال واحد ولو سمحتم إجابات قصيرة. بعد 10 سنوات على خروج الشباب اليمني لإسقاط النظام، نظام علي عبد الله صالح، اليوم هل يعني اختلف الأشقاء؟ لا يمكن العودة، هل هناك من سبيل للعودة للحوار؟ هل من سبيل للحل؟ أستاذ أحمد المؤيد أبدأ معك ولو سمحت باختصار. نعم هناك سبيل للحل ويتمثل في رفع الوصاية الخارجية وعدم التدخل الخارجي، لأن الثورة أساسا قامت على نظام كان يعني تابعا للخارج. اليوم يجب أن يجتمع اليمنيون ويتحاوروا وينضجوا حلا بينهم، لا يجب القبول بحلول معلبة وقادمة من الخارج. يجب أن ترفض جميع التدخلات الخارجية مهما كانت من أي مكان كانت، يجتمع الأطراف اليمنيون ويطرحوا مخاوفهم ويطمن بعضهم بعضا، غير هذا لا يمكن أن يكون هناك حل. الركون إلى الخارج يعني تحقيق مصالح الخارج، يجب أن يكون لليمنيين حل واحد مثل ما كان في اتفاق السلم والشراكة الذي وقع وصدر به القرار 2104 من مجلس الأمن وانقلب عليه عبد رب منصور هادي، يجب العودة إليه أو إلى قرار مماثل يرتضيه اليمنيون. نعم. بدون أي تدخل خارجي. أستاذ خالد المفلح ننتقل إليك، هل تجد بصيص نور يعني في آخر النفق؟ نحن نتحاور ونحن لسنا ضد الحوار، لكن الحوار يجب أن يكون على مبدأ العدالة ويجب أن يكون على مبدأ الحق، وهو أن الجنوب يجب أن يقابل بنصف الدولة، بنصف الدولة. الآن نحن كنا مهمشين لمدة 30 سنة ولن نقبل أن تستباح أرضنا وتستباح ثرواتنا بعد ذلك. لا 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 مشكلة لدينا في الحوار إذا كان الأخوة في الشمال يقبلون بأن يتعاملون معنا كمتناصفين في هذه الدولة، فأهلا وسهلا بذلك، لكن بخلاف ذلك نحن لنا الحق في الدفاع عن أرضنا ونملك كامل الحق ولا أحد يستطيع أن يسلبنا هذا الحق. أستاذ مختار لو سمحت كلمة أخيرة. نعم نحن مع الحوار ونرحب بالحوار ونرحب بالسلام وندعو للسلام ونحن رجال السلام، ونتمنى اليوم قبل الغد أن نعيش بسلام وأن تنتهي الحرب وأن يعود اليمن سعيدا كما كان وأن تنتهي كل هذه الآلام وأن يعيش الشعب اليمني في أمن واستقرار. وأعتقد لو اجتمع اليمنيين بعيدا عن الأطراف الخارجية أعتقد أننا سنصل إلى اتفاق سواء مع الإخوة في المناطق الجنوبية سواء مع الحوثيين مع كل الأطراف السياسية، إذا ما حكم الجميع العقل وارتضوا بأن ندخل في حوار حقيقي وجدي أعتقد أننا سنصل إلى حلول. أستاذ مختار الرحبي مستشار الرئاسة اليمنية السابق ومستشار وزير الإعلام اليمني، وأيضا الأستاذ أحمد المؤيد الكاتب والمحلل السياسي، والأستاذ خالد المفلحي الإعلامي والمحلل السياسي الجنوبي، شكرا جزيلا لتواجدكم معنا في حلقة هذا الأسبوع من الساعة الخليجية. أعزائي المستمعين بهذا نأتي إلى ختام حلقة هذا الأسبوع إذا من الساعة الخليجية، على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل. كانت معكم إيمان لحمود وإلى اللقاء.